وعيدة مرحبا بك مرة ثانية. شكرا. نتكلم عن القمة العالمية لريادة الأعمال التي ستنعقد بمراكش من 19 إلى 21 من نوفمبر المقبل إن شاء الله. لا بد أن تكون لهذه القمة أن يكون لها إطار سياسي. ما هو الإطار السياسي الذي تأتي فيه هذه القمة؟ شكرا على السؤال. كيفما جاء في تعليق سابق وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة، نعم، وأيضا كما جاء في البلاغ المشترك الذي جاء بعد لقاء صاحب الجلالة نصره الله مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نوفمبر الماضي، يحتضن المغرب وينظم المغرب القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال والمقاولات. هذه القمة جاءت في إطار تفعيل الحوار الاستراتيجي القائم اليوم بين المغرب والولايات المتحدة، جاءت أيضا كدليل وكبرهنة جديدة على عدد القيم والمبادئ المشتركة ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا جاءت هذه القمة لتستدل على المقاربة المشتركة ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص رؤية التنمية بصفة عامة في المنطقة. نعم. طيب، هذه القمة بطبيعة الحال هي الأولى التي تنعقد على مستوى إفريقي، وبطبيعة الحال الأمريكيين لا يهدون يقدمون أي شيء يعني من فراغ وعلى طبق من ذهب هكذا. لابد أن تكون هناك مؤهلات، هناك يعني أشياء كثيرة التي جعلت الولايات المتحدة تعقد هذه القمة بالمغرب. يعني ما هي الركائز التي اعتمدت في اختيار المغرب لاحتضان هذه القمة؟ كيف ما قلت، المغرب هو أول بلد إفريقي يحتضن هذه القمة وينظمها. نعم. أهنئ بلدنا على العدد من الجوائز اللي أخذها المغرب، من بينها جائزة الورد فاينانس اليوم في لندن، وهذا يبرهن على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في المنطقة على المستوى الاقتصادي. بطبيعة الحال اختيار المغرب كدولة أولى إفريقية ليس فقط لأن المغرب دولة إفريقية، ولكن خصوصا أولا لأن المغرب عنده نموذج متميز في المنطقة، نموذج متناسق متكامل منسجم. نعم. نموذج مبني على أسس صحيحة على جميع المستويات، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي. النقطة الثانية هو أنه المغرب اليوم يعتبر كقطب اقتصادي إقليمي. نعم. نظرا للبنيات التحتوية المتواجدة في المغرب. نعم. نظرا أيضا للتطورات اللي قام بها المغرب والمجهودات اللي قام بها المغرب في السنين الأخيرة. النقطة الثالثة هو الانفتاح العالمي الذي يعرفه المغرب. المغرب اليوم معترف به دوليا كدولة منفتحة على جميع المناطق أو الجهات التي العالمية بصفة عامة. نعم. أولا إفريقيا، ويعني الكفاءة اللي عند المغرب في الدول الإفريقية، ثانيا على أوروبا، ثالثا الدولة الوحيدة الإفريقية اللي عندها Free Trade Agreement مع الولايات المتحدة الأمريكية هي المغرب، ورابعا على الدول على الجهات الأخرى بما فيها الشرق الأوسط. لكن سيدي بعيدة، يعني رجال الأعمال لا يأتون للاستثمار في أي بلد إلا إذا كانت هناك حكمة جيدة، إلا إذا كان هناك قضاء يعني عادل. إذا هل نحن نتوفر في المغرب بالفعل على هذه المكونات وهذه الإغراءات القانونية كي نجلب يعني استثمارات خارجية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف ما قلت في الأول، الميزة الأولى للمغرب هو النموذج المغربي اللي هو نموذج مبني على أسس جد صحيحة، اللي هو نموذج اليوم اللي كيوفر نوع من الاستقرار والأمن لا يوجد في المنطقة. نعم. هذا هو النقطة الأولى اللي اليوم تقلبوا عليها جميع المستثمرين. هذا جميل. النقطة الثانية هو أن المغرب يوفر أيضا مناخ أعمال منسجم. مناخ أعمال مستقر. مناخ أعمال عنده واحد رؤية ديال الحاضر والمستقبل. نعم. اللي مطروحة بصفة واضحة تحت قيادة صاحب الجلالة. نعم. هذه نقطة جد مهمة. النقطة الثالثة كيف ما قلت، الحكمة الجيدة بطبيعة الحال. اليوم القوانين المغربية فيما يتعلق بالاقتصاد بصفة عامة هي قوانين يعني متماشية مع أحسن قوانين العالمية، وهذا كيجعل من المغرب فعلا منطقة من أقل المناطق اللي كنا اليوم في إفريقيا. نعم. اللي عندها هذا المستوى. طيب، العالمي. طيب، الحكومة المغربية شكلت لجنة عليا يعني كي يعني تقوم بالإعداد لاحتضان هذه القمة. على مستوى البرمجة، ماذا برمجتم لهذه القمة؟ الموضوع العام لهذه القمة هو الابتكار
والتكنولوجيا من أجل كمحرك للمقاولات. الهدف من هذه القمة هو التعريف بمقاولات شابة وبنساء النساء عندهم مقاولات اللي يمكن نعرفوا بهم اولا على المستوى الوطني ولكن ايضا الاقليمي. الهدف الثاني هو تحليل المشاكل اللي تتواجه هاد المقاولين الشباب وهاد المقاولات النساء. الهدف الثالث هو خلق واحد قطب تواصل لهاد المقاولين الشباب والنساء من اجل ليس فقط التعريف بهم ولكن باش نعطيهم واحد الفرصة تواصل مع مقاولين ورجال أعمال ونساء أعمال دوليين اللي يمكن يساعدهم على التمويل وأيضا على إنجاح المقاولات ديالهم. هل يمكن أن يكون المغرب في هذا الإطار يعني صلة تواصل ما بين أمريكا وأوروبا يعني وإفريقيا في نفس الوقت؟ يعني المغرب يلعب دور يعني الوساطة الاقتصادية ما بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا. طبيعة الحال المغرب يلعب دور وساطة والمغرب عنده صلة تواصل ما بين إفريقيا أوروبا وأمريكا. وهذا الشيء كنلمسوه اليوم وغادي نلمسوه في القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال والمقاولين عبر يمكن جوج النقاط. النقطة الأولى هو عدد الشركات والمقاولات خصوصا المقاولات الصغيرة اللي بغيناها تبان بغيناها تبرز اللي غادي تجي من دول إفريقية من المغرب ولكن أيضا من أمريكا وأوروبا. ونقطة ثانية هي التعاون الثلاثي اللي احنا ماشيين فيه في هذا الإطار مع شركات أمريكية ومقاولات أمريكية مع الحكومة الأمريكية من أجل توجه إلى دول إفريقيا. نظرا لضيق الوقت يعني أشكرك جزيل الشكر السيدة مباركة بوعيدة الوزيرة المتدبرة وزير الشؤون الخارجية والتعاون على حضورك معنا وتسلط الضوء على هذا الجانب جانب القمة العالمية لريادة الأعمال إن شاء الله. شكرا جزيلا.